يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في بلدنا يقوم بعض كبار السن بربط خيط في أرجلهم، خيط أسود من الصوف، يزعمون أنه يشفيهم من مرض المفاصل. هذا هو، هذا نفس الشيء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صهر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من الحمى، تقي من الحمى. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا يجوز هذا، لا على الرجل ولا على اليد ولا على الأصبع ولا على الرقبة، لا يجوز هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت سيارة جديدة، فقال لاحظوا في فرق بين الأمور الطبية والأمور الاعتقادية. إذا قرر الأطباء أنه يضع شيء على جسمه علاج من باب العلاج فلا بأس، هذا طبيا ما هو. أما إذا وضعها يعتقد أنها تنفع وتضر وأنها تمنع العين، تمنع الحمى، تمنع، فلا، هذا شرك. نعم.